السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، السعادة الحقيقية هي مطلب كل إنسان، وما من إنسان إلا ويسعى لأن يصل إلى أقصى درجات السعادة في هذه الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. ولكن ما هي السعادة الحقيقية في هذه الدنيا؟ هذا السؤال طرحه أحدهم على أحد الأثرياء، رجل ثري جدا عنده أموال كثيرة، وطرح عليه هذا السؤال فقال: حقيقة يعني السعادة الحقيقية مررت بأربع مراحل حتى وصلت إليها. المرحلة الأولى اقتناء الأشياء، أشتري بيت، أشتري سيارة، أشتري ثياب، أشتري كل حاجة يعني أمامي بإمكاني أشتريها وأشوف يعني أحبها أشتريها، لكن ما شعرت بالسعادة الحقيقية في هذا الأمر. فانتقلت لمرحلة بعدها ألا وهي اقتناء الأثمن والأغلى، فأصبحت يعني اشتريت أغلى بيت في البلد وأغلى سيارة وأنظف سيارة في موجودة في كل السوق، ويعني أغلى الأجهزة وأفضل الأشياء، ويعني ما أشتري إلا الأشياء الثمينة جدا. لكن يعني هذه الأشياء لها بريق ينتهي بعد فترة، يعني يفرح فيها الإنسان ولكن بريقها بعد فترة يخبو. فانتقلت للمرحلة التي يعني بعدها ألا وهي اقتناء المشاريع الكبيرة، أصبحت أشتري نوادي بأكملها، فريق كرة قدم، منتجع سياحي، مشاريع ضخمة جدا، فنادق غيره. فلم أجد السعادة الحقيقية في هذه الأشياء، ولكن في أحد الأيام صاحب إلي قال لي: ما رأيك أن تتبرع بجزء من مشروع كراسي يعني كراسي متحركة لأطفال معوقين؟ فقلت له: مش بدي أساهم، أنا بأشتري كل هذه الكراسي، قديش ثمنهم؟ هاي ثمنهم، وراح اشترى الكراسي وسلمهم للراجل حتى يعني يوزعوا على الأطفال المعاقين. فقال له صاحبه: يعني يا حبذا، لو جئت وحضرت تسليم هذه يعني الكراسي وسلمتها بنفسك للمحتاجين لها. قال يعني ألح علي، فذهبت وقمت بتسليم الكراسي للأطفال، ورأيت السعادة في وجوه الأطفال والفرحة الكبيرة، جلسوا في هذه الكراسي وأخذوا يسيروا فيها ويجروا ويضحكوا وكأنهم في ملاهي، ويعني شعرت بنشوة عظيمة ونشوة شديدة وسعادة. فيعني أردت أن أترك المكان وأغادر وأنا حقيقة يعني أشعر بسعادة عارمة. وأثناء خروجي وإذا بأحد الأولاد اللي سلمتهم الكراسي أمسك برجلي، فحاولت بلطف يعني أن أتحرر منه حتى أمشي، ولكنه كان يعني ممسك بشدة وكأنه يريد مني شيء. قال: فانحنيت عليه وقلت له: يا عم هل تريد مني شيء؟ قال: أريد أن أحفظ ملامح وجهك. الله أكبر. قال: أريد أن أحفظ ملامح وجهك حتى عندما ألتقي بك في الجنة أشكرك مرة أخرى أمام الله سبحانه وتعالى. قال: فما شعرت في حياتي بسعادة كالسعادة التي شعرت بها في تلك اللحظة. فإن كنت تبحث عن السعادة الحقيقية فابحث عنها في قلوب وأعين من هم بحاجة
لأشياء بسيطة تسعدهم بها، وتكون سعادتك في الدنيا والآخرة بسبب هذا العمل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ييسر لنا أن نسعد من هو بحاجة لمن يقف معه ويسعده، فتكون لنا سعادة الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، ودمتم بخير. بالي بلاس، قناة فلسطين الرقمية.